هنا هيبقى المدرج، المدرج هيبقى في المكان دوت. تم توسيعة الملعب، كل دي قواعد عشان السور والأساسيات. جاري العمل على قدم الوساق، ان شاء الله يطلع حاجة تشرف نادي الجمارك. بس هي المشكلة في سرعة الانجاز، بس ان شاء الله خير. شكل الارض هنا بتطلع مية شبعانة، الارض مية خالص.